كنت كنلقى قاري مع جو جونس ودخلت للقاسم ديالي وطلبت من الزميل ديالي شي عطاني بلونكو. صافي الزميل ديالي واش عطاني بلونكو بديت كنصحح به. ناض الدري اللي حدايا ويقول لي قال الاستاذ ما قالش انا قال الاستاذ راه خوا ليها بلونكو. ملي جا عند الاستاذ قلت لي انا ما خوتش لها بلونكو وهي تقاو البوره باقي عامر. صافي هو بدا يضرب فيه ويضربني الايدي هنايا. ملي ضربني الايدي هنا توعدت ومبقاتش باغا نعطيه ايدي ويضربني عاوتاني رجلي. ملي ضربني رجلي بحال سخفت. ملي ضربني رجلي ويضربني العيني ديريكت تشكيت في الارض ويضربني العيني ديريكت. ومن تما من جوج ونص ضربني هو مع ثلاثة ونص حتى لاخر الحصة على اللغة الفرنسية حتى لاخر الحصة. خلاني من ثلاثة ونص حتى لخمسة ونص وكيكب عليا في الماء كيقول لي بغيتي الماء هاكا الماء. ويجي واحد الدريك يقول لي استاذ راه عينو غتخرج من بلاصة خليه يمشي. وما خلانيش نخرج حتى ديك الدريه مشات عيطت الاستاذه مولت العربيه بسام وهي خرجتني وودتني عند الحراسه العامه وبقاو كيسولوا فيا كيفاش ضربوك وهادي وبغى يسبها في الدري صاحبي ما بغاش يسبها فيه هو. قال لهم هذا هو اللي كيضربو وكان كيكمل قاره في القاسم. وقال ويقول لي حارس عام هو ما فيه شريحه في فمو باش يكمل قاره. صافي وين وضع واحد الاستاذ مول الرياضيات كان كيدوز ليا السوايع وكقاري في المدرسه ويقول لي ويقول لماما قال لها خاصك تاخذي الالتزامات ديالك مع هذا الاستاذ. قال لها بحال هكا وبقاو كيديروا لي في التقطيره وعيني ضرتني في ديك الساعه ما بقاش كنشوف والو وداوني للسبيطار وجاتني السخفه وكلشي. ومن تما ما بحال 20 غش ما قداو معايا والو ما داروا والو. بقاو 10 ايام يجيو عندي ستاجير قلبوا لي في قلبي قلبوا لي في كل شيء. حتى جا واحد المحسن وداني داني الكلينيك مصحه النور بالدار مصحه العيون بالدار البيضاء. وتما فين ما لقاوش الشبكه مقلعه ولقاو غير العدسه اللي عندي وبقاو كيحيدوا لي في الدم من العين. صافي من تما خرجت للدار وانا كنتمنى نكون بوليسي ولا نكون عسكري وخرجي على حياتي الله ياخذ فيه الحق. وكنسحب المدرسه داعيه وانا ما معيطه للبوليس لا والو وكنحملوا المسؤوليه الكامله كنحملوها للمؤسسه والمدير ديال المؤسسه. نورمالمون خاص ما تجي لومبيلونس تهز دري حتى تيجيو الرجال السلطه. كون كان ولدي هو اللي داير المشكل كون رجال الامن في البلاصه داو ولدي وعاد شافوا الاستاذ. دابا حيت التلميذ ديما كيكونوا محقورين التلاميذ حيت هما الاساسيين ديما كيكونوا الفوق. داكشي علاش ما عيطوش البوليس وعيطوا لومبيلونس هز الدري بحال بغاو هما يتهربوا من المسؤوليه ديالهم. هو اصلا دابا ديما واحد الدري واحد النهار ضربوا بشمال جا على راسو جا على الطاول احفظ الله كان غيقتلو. وديما كيضرب الدراري كيف ما ضربني انا راه غيضرب واحد اخر وباقي كيقري عادي. ومن رجعنا عدو كنبغي نديرو كونترول بحال تكبر علينا وبدا كيعاير فينا وسد علينا الباب على وجهنا. ما درناش شي كيف لو لقى جا عندنا وبقى كيطلب فينا. وانا شا كانوا غادي دارنا يدعيو وبديك الطلبه بقى فيا انا ما انا قلت لهم ما تدعوش كانوا غاديين يدعيو انا قلت لهم ما تدعوش. ودابا ملي مشاش عنده راه درنا الاجراءات ديالنا مشينا ديكلارين انكار ما بغاش يقول باللي انا اللي ضربت. ومع ذلك عندنا جوج شهود جوج شهود غير حنا كانوا الوليدات كاملين بغاو يشهدوا ليا غير انا ديت صافي ديت غير جوج قلت جوج في الكفايه بحال المسطيم ما ممكنش وصفه هاك كيمشي من هنا لهنا. هو اصلا منين ضربوا كيقول لي ناري انا جداني تنولي استاذ انا كنت عساس عرف الفيلا انا والكلب كناكل على الخبز والزيت اجداني نولي استاذ. هو اصلا ستريسي وبحالي مريض نفساني ولا مريض عقلاني ولا اصلا ماشي طبيعي. داك الاستاذ وقع في 2019 شهر 11 نهار 25 كنا داخلين عند مونت العربيه بحال تبدل الفوج. كنا داخلين على العربيه الاولى وتبدل لنا الفوج ولنا داخلين عدو تما وقعت الواقعة درام. ومني مشيت لسيدي عشمان طلبوا لي باش نمشي
البنارش، ومني مشينا البنارش ما بغاوش يدون في الاسعاف. خرجنا برا كنقلبوا على طاكسي، جا الاستاذ، والاستاذ جاب داك يجر فيا وهاد، وبابا قال ماما شكون هو هذا؟ قال واش هذا هو شي استاذ داسر على ايمن؟ قال واش الاستاذ دو خطفوا بواحد الطريقه ولحوا في الطاكسي. هو يقول يا راجلي واش هذا هو هاد؟ شكون هاد الاستاذ؟ قلت لي هذا راه هو اللي ضربه. هو يمشي ليه راجلي، قال لي واخويا واش شد الدري عن نفسي في القسم وجاي مازال بغيت يتكمل عليه حتى هنا؟ صافي وجاب معاه جوج دراري ولاد خوالو كانوا بغاو يبداو يضربوا في راجلي وداك الشيء. دخلوا واحد الناس كانوا واقفين في قدام ديال الباب ديال سيدي عثمان، فكوا المشكل صافي تفاكوا. مشينا حنا في طاكسي وما بغاش يتفاوت معانا. خرجنا مشينا مني بغيت نجي انا يتبات معاه جده، كيقول لهم انا اللي غنبات معاه، انا اللي غنبات معاه. صافي بحال يبدا كيدخل كيخرج في الهضره كيبان لك كيبقى فك. قلت انا ماشي مشكل صافي خليه السيد، شوف غير ربما ضميرو انبو غير ضميرو بارك عليه. مني مشيت انا لعدو المره الاخرى عاد بين لي الوجه الثاني ديالو، الهضره تسرحات ما بقاش كيتمتم ولا بعقله. صافي قال لي اللي في جهدك ديري، بحال يضرب القانون ضربو في الحيط ما تسوقش ليه. دابا انا ما باغي والو من هاد الاستاذ، باغي غير الحق ديالي. كنطلب من كل اللي جا عنده الدوسي ديالي ياخذ لي الحق، من وكيل الملك سيد الحموشي كلشي، بغيت كلشي ياخذ لي الحق ديالي.